تابعوا الأحوال الجوية على قناة أهراس جو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و 40 ملم محليا. الولايات المعنية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، أشلف، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيرت، تيسمسيلت، أنعامة، البيض، بشار وابن عباس. بالنسبة للمناطق الشرقية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط حبات البرد، كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و 40 ملم محليا. الولايات المعنية هي بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، برج باري ريش، سطيف، ميلا، قسنطينة، قالمة، أم البواقي، وسوق أهراس. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.